مع بداية الأسبوع الماضي تراجع سعر الدولار في السوق السوداء في مصر بشكل كبير، واعتبرت دي انفراجة. انخفض من حوالي 73 جنيه إلى قرابة 55 جنيه، ولكن يا فرحة ما تمت، عاد مرة أخرى الارتفاع إلى 65 جنيه للدولار الواحد. وبالأمس أعلن الرئيس المصري عن حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة كبيرة قوي 50% علشان يكون حوالي 6000 جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، ده اعتبارا من الشهر المقبل. القرارات طبعا غير مسبوقة، ودفعت مراقبين إلى الإشارة إلى أن هذه القرارات ربما تكون تمهيدا للتعويم الكامل للجنيه، اللي بيشار إلى أنه واحد من شروط صندوق الدولي علشان مصر يكون عندها سعر ما بين قوسين حقيقي وعادل للصرف ما بين الجنيه والدولار. الحكومة نافته لحد كبير، لكن ده بيخلينا دايما يكون معانا السؤال ده، ما هو مستقبل الجنيه؟ ولا ينبئنا مثل خبير من القاهرة، الأستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة الدكتور فخري الفقي، الذي هو كمان رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري. دكتور فخري مساء الخير على حضرتك، وأول سؤال يأتي على بالنا، هل هناك تعويم رسمي قادم للجنيه أو أسف للدولار في مقابل الجنيه قريبا؟ تفضل يا أستاذنا. بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين الكرام، بالطبع أنا بتكلم بصفتي من واقع خبرتي، فبتكلم بقول أنه هل هناك تعويم منتظر للجنيه المصري؟ كثر الحديث حول هذا الموضوع، لكن خلينا نحط المسألة في سياقها وأولوياتها اللي هي حاليا مطروحة على أرض الواقع. نمرة واحد، هناك تسارع في معدلات التضخم، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يتم تحريك سعر الصرف ثم تعويمه، سوف يضيف هذا إلى يعني صب الزيت على النار، بمعنى آخر أنه سوف يكون هناك غلاء فوق الغلاء، وبالتالي لا يمكن أن يتم ذلك. بالإضافة إلى أن هناك شرط أساسي قبل تحريك سعر الصرف ثم تعويمه في الفترة القادمة، لابد أن يكون هناك حصيلة كافية من النقد الأجنبي للدفاع عن الجنيه المصري. ما معنى الدفاع عن الجنيه المصري؟ بمعنى أن تكون هذه الحصيلة مخصصة فقط لفتح لتلبية الطلب الحقيقي، بمعنى آخر طلب على فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين ولدواعي السفر وغير ذلك من الطلب الحقيقي على الدولار، وده بيشكل تقريبا 60% من الطلب على الدولار، وباقي الطلب على الدولار هي مضاربات، وإحنا عارفين تعرفنا للمضارب بأنه يعني يشتري الدولار ليس لاستخدامه في استيراد أو في السفر أو خلافه، ده طلب حقيقي، لا هو يعني يطلب يشتري الدولار بنية إعادة البيع والحصول على فارق السعر. هو ده اللي أدى إلى يعني تسارع في معدلات سعر الصرف أو سعر الدولار في السوق الموازية بين قوسين السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة وغير مبررة، ولا تعكس القيمة الحقيقية، أو بلاش القيمة الحقيقية، القيمة التوازنية بين العرض والطلب للجنيه المصري. فبالتالي في هذه الحالة وصوله إلى مستويات ما فوق 70 جنيه للدولار كان يعني مدهش للغاية، وبالتالي كانت هناك حالة من الارتباك في سوق الصرف اللي هو الموازي أو السوق السوداء. طب دكتور فخري، كأنه أستنتج من كلام حضرتك أنه 60% من الطلب الحالي على الدولار هو طلب حقيقي و40% هو مضاربات، وبالتالي الارتفاع ده لحد بعيد هو ناتج عن المضاربة. بالتأكيد يا فندم، ولذلك إذا كان الأمر في هناك تسارع في معدلات التضخم، فلا يمكن البدء زي ما قلت في تحريك سعر الصرف
لإضافة تضخم فوق التضخم والغلاء، وده يؤدي إلى يعني أضرار جسيمة بالنسيج الاجتماعي، وقد يحدث ما لا طب يحمد دكتور عقباه فخري، في عرفنا التوترات ان الاجتماعية. الحكومه عندها خطه، وخطه يعني ابتدت كمان في اجراءات تنفيذيه فيما يتعلق بانها مثلا تدخل في مشروعات استثماريه زي راس الحكمه وغيرها، وكلام عن ارقام كبيره يعني مليارات الدولارات تدخل للسوق المصري، هل ده ممكن يساعد؟ بالتأكيد يا فندم، لكن عاوز أقول قبل ده كله لابد من تهدئة وتخفيض وكبح جماح معدل التضخم، تبطيء معدل التضخم بمعنى آخر، العمل على يعني خفض حدة التضخم والغلاء اللي بيأثر على شريحة وفئات عريضة من شعب مصر. طب دكتور وبالتالي فخري، بدأت الحكومة احنا عارفين انه البنك المركزي رفع الفايده، على الحقيقه ارتفاعات متتاليه في الفايده، والبنوك الحكوميه بتقدم انترست ريت او اسعار فايده عاليه الى اخره، هل ده بيساعد؟ هو اكيد بيساعد، لكن هل هو كفايه؟ هذه ايوه يا فندم، هناك يعني المفروض تبقى في ضمانات لاستمرار انخفاض حده التضخم والغلاء. نمره واحد، الحكومه اخذت قرار، يعني دوله رئيس الوزراء اخذ قرار في يناير ب يعني وضع سقف على اسعار 7 سلع بتمس حياه المواطنين كلنا نعرفها في هذه الحاله، بالاضافه الى الاتفاق مع منتجي اللحوم والدواجن بانه يعني توفير الدولار لفتح الاعتمادات لمستلزمات انتاج الخاصه بالعلف وخلافه حتى لا تتصارع معدلات التضخم، ده قرار من القرارات المهمه. الحاجه الثانيه تتعلق بالحكومه ايضا تخفيف الاعباء المعيشيه على المواطن البسيط والطبقه المتوسطه، اللي هو القرار حزمه الحمايه الاجتماعيه اللي صدرت مؤخرا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو زياده المرتبات والمعاشات ومعاشات تكافل وكرامه وغيرها من هذه القرارات اللي هي يعني سوف يعني تتكلف ما يقرب من ربع تريليون جنيه مصري، يعني لانها سوف يتم التبكير بها 4 اشهر بمناسبه شهر رمضان، هتبدا من بدايه مرتب ومعاش اللي هو شهر مارس اللي هيبدأ فيه شهر رمضان، وبالتالي 4 أشهر قبل الموازنة ما تبدأ في هذه الحالة. الإجمالي هو 240 مليار جنيه مصري ناتجة عن السنة التبكير وسنة مالية قادمة. طب نبدأ في هذه الحالة إذا كان الأمر كذلك بأنه ضمان استمرار معدلات الغلاء والتضخم في الانخفاض، يبقى في غلاء ولكن اقل حده على المواطن في طب السنه دكتور في فخري، السنه مش الحاليه لما القادمه. مش لما نعمل ده تمهيد يا فندم، طبعا تمهيد ان انت عشان تحرك سعر الصرف يبقى هيولد التضخم، يبقى لازم تخفض الايه حده التضخم الموجود بالفعل. طب مش فالحكومه عرض اخذت النقود قرار يا دكتور فخري زي اللي احنا بنعمله ده، زيادة عرض النقود برضه بيؤدي للتضخم؟ هنا بنقول يا فندم ما هو مقابل هذا في الموازنة، بقدر ما هتزيد المرتبات والمعاشات ومعاش تضامن وتكافل وكرامة إلى آخره، بيتم خفض الاستثمارات العامة، هذه الاستثمارات العامة بإقدار 15%، ده يوفر كام يا فندم؟ طبعا المشروعات الموجودة بالفعل سوف تستكمل في هذه الحالة، لكن مشروعات جديدة يتم تأجيلها، ده يوفر قد ايه بالنسبه لخفض الاستثمارات العامه بما لا يؤثر على مشروعات البنيه التحتيه وحياه كريمه في القرى المصريه والريف المصري، ده يوفر كام يا فندم؟ يوفر ما يقرب من 100 مليار. وبالتالي اذا الموازنه في هذه الحاله، زائد البنك نيجي بقى للبنك المركزي رفع سعر الفايده في هذه الحاله ب 2%، ده يؤدي الى امتصاص سيولة تصل إلى 650 مليار جنيه مصري. إذن يعني الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي بتحط الأساس لخفض مزيد من خفض سعر التضخم. نيجي بقى لتحريك سعر الصرف. كنت لسه اقول لحضرتك، هل بقى دلوقتي صندوق النقد متفاهم كل الإجراءات دهيت، ومتفاهم رغبة مصر في تأجيل تحريك سعر الصرف؟ بالتأكيد، لأنه الصندوق تفهم يعني التداعيات السلبية للحرب في غزة،
إضافة إلى ما سبق من حرب روسيا وأوكرانيا، خلينا في حرب تداعيات الحرب في غزة، أثرت على يا فندم، زودت معدلات المخاطر وبالتالي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر. طبعا مين اللي يقدر النهاردة في ظل هذه المخاطر وارتفاع معدلات المخاطر وانخفاض التصنيف الائتماني لمصر، ده يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر طبعا بالتأكيد تؤثر، إضافة إلى التوتر الموجود في باب المندب اللي أثر على دخل قناة متحصلات وإيرادات قناة السويس بنسبة خلال شهر يناير فقط الماضي بنسبة تصل إلى ما يزيد عن 45% من بدلا يعني انخفض إلى 400 مليون في شهر يناير مقارنة بشهر يناير من سنة فاتت كان ما يزيد عن 800 مليون. إذن هناك تفهم من قبل صندوق النقد الدولي بأنه تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، وبالتالي يعني قرر صندوق النقد الدولي بإرسال بعثة صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعة الأولى والثانية اللي هي كانت مؤجلة، بالفعل تمت مناقشة ومكست البعثة في مصر 3 أسابيع كاملة، وما زال ما زالت المناقشات دائرة من خلال اللي هو اللقاءات الافتراضية في مقر الصندوق وبين الحكومة المصرية والبنك المركزي. طب في دكتور فخري، من وجهة نظر حضرتك أستاذ للاقتصاد، السعر التوازني ما بين الدولار والجنيه يكون في حدود كام يا فندم؟ هنا بنقول عندما يبدأ تحريك سعر الصرف، وأنا بقول تحريك سعر الصرف الأول بحيث أنه يلبي، طالما أنه هذه التمويلات الإضافية من شركاء التنمية ومن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى يعني هناك يعني احتمالات قائمة بأنه في بيع يعني أراضي في الساحل الشمالي سوف تكون متحصلات كافية، في هذه الحالة تتمكن البنوك المصرية من تلبية احتياجات الحقيقية، الطلب الحقيقي على فتح الاعتمادات للمستوردين وأيضا لدواعي أخرى، وفتح أيضا رفع السقوف الائتمانية للكروت الائتمانية في هذه الحالة عند السفر، ولكن عند تلبية احتياجات المستوردين في هذه مش هيتم بال 31 جنيه للدولار بالسعر الرسمي بالطبع. أيوة. لا هيتم يعني تحريك سعر الصرف في هذه الحالة، يعني تصوري هو أنه يكون يبدأ في حدود الأربعينات في هذه الحالة، قد يكون يعني في بداية 40 جنيه للدولار في هذه الحالة، لن يذهب المستوردون إلى السوق الموازية للحصول على الدولار، طالما البنوك بتلبي احتياجاتهم في هذه الحالة دون مشكلة على الإطلاق لن يذهبوا إلى السوق الموازية أو السوق السوداء، وبالتالي يبدأ سعر الصرف في السوق السوداء في هذه الحالة ينخفض بسبب ما يحدث للمضاربين اللي بيشكلوا 40% من الطلب على الدولار، وعشان كده بنقول انه ما حدث منذ ايام الاسبوع الماضي حدث ارتباك من قبل المضاربين خوفا من حدوث يعني او تحريك سعر الصرف في هذه الحاله، هيبدا بسعر اقل من الاسعار اللي اشتروا بيها، وعلى هذا الاساس انخفض سعر الدولار نتيجه هذا الارتباك ولو انه مؤقتا في هذه الحاله، انتظارا ل توفر هذه الأموال وإتاحة هذه الأموال من الصندوق ومن قبل بنسميه التمويل الإضافي من قبل شركاء التنمية وأيضا المتحصلات نتيجة بيع يعني قطعة أرض موجودة في الساحل الشمالي إلى آخره في هذه الحالة، عندما يبدأ في هذه الحالة السعر التوازني في تصوري وتقديري أنه ممكن يكون يبدأ من 40 جنيه للدولار وقد يكون في حدود التوازن عند يعني 45 في حدود حوالين يعني 45 جنيه للدولار، ومع استمرار تدفق الأموال من السوق الموازية أو خارج المصارف يوجد عشرات المليارات من الدولار خارج الجهاز المصرفي، عندما يهتز ويحدث بانيك أو ذعر للمضاربين يبدأ في هذه الحالة وكل هذه التدفقات خارج الجهاز المصرفي إلى داخل الجهاز المصرفي، وإضافة إلى التمويلات التي يعني
موالها صندوق النقد وغيرها من شركاء التنمية تبدأ الحصيلة في يعني تلبية الاحتياجات المستمرة في هذه الحالة، إلى أن نصل إلى مرحلة في الأجل اللي هو المتوسط اللي هو بنهاية عام 24 وبداية 25 على الأقل، نقول مثلا في حدود منتصف 24 يمكن أن نرى سعرا آخر للجنيه للدولار يصل إلى تصوري أيضا اللي هو السعر الحقيقي بقى للجنيه المصري، مش التوازني اللي هو حوالين منتصف الأربعينات، ممكن نرى سعر يصل ما بين يتراوح ما بين 35 جنيه إلى 40 جنيه للدولار في الحدود دي، وده السعر الحقيقي للجنيه المصري اللي هو في حدود 35 إلى 40، قد يكون في حدود مثلا 38 37 إلى آخره في خلال السنة ونصف القادمة إن شاء الله. كل الشكر لحضرتك الأستاذ الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، كل الشكر لحضرتك. لو كان في حاجة نقدر نستنتجها من كلام دكتور فخري فهي ثلاث أمور: اولا الدوله المصريه الحكومه المصريه الان مش عايزه تعمل تحريك لسعر الصرف اللي هو بين قوسين التعويم، لان ده هيضيف تضخم على التضخم الموجود، وده هيكون ليه نتائج سلبيه على النسيج الاجتماعي والفقراء ومحدود الدخل الى اخره. اتنين، الفتره الحاليه الدوله بتحاول انها تعمل تحريك توازني، توازني يعني الامور تنضبط على المدى القصير، في هيوصل لحدود 45 جنيه. ثالثا الامل في انه الصعوبات اللي احنا بنمر بيها سواء بقى ازمه غزه ولا ازمه اوكرانيا مع التدفقات الماليه المفترض انها تجيلنا، يبقى هينزل السعر يوصل لحدود 35 جنيه. يا رب الخير لمصر ولكل الدول العربيه.